لو الحكاية فيها إن فيتو كانوا معنا طيب طيب هو برضه السبكي هو النهارده احنا طلبنا بنزام جهه الاداره بان تقدم ما يفيد ان هم شافوا الفيلم من عدمه واتكلمنا معاهم وقلنا ان الوزير فعلا ما شافش الفيلم وهو اعترف نفسه ان الوزير ملوش مدى سلطه ان هو يستصدر قرار منه المجلس الرئيس المجلس الاعلى للثقافه قال الكلام دوت ولكن احنا النهارده جينا وفوجئنا لقينا المحكمه الزمت جهه الاداره انها تقدم الفيلم عشان تشوف ان هم شافوا الفيلم دوت ولا ما شافوش الوزير شاف الفيلم ولا ما شافوش اصل هو بيقول لك عيننا 12 من الرقابه العامه للمصنفات وشافوا الفيلم وبالاجماع ارفعوا طب بالاجماع ايه ده هم كانوا قبل كده موافقين بالاجماع 12 فيلم طب اصل الفيلم مع السبكي جابوا منين اصل الفيلم اللي هم شافوه اخترعوا فيلم جديد فالمحكمه الزمتهم باصل الفيلم اللي هم شافوه والرقباء قالت اتخذت القرار بان الفيلم واجب ان هو يتمنع فعلا من الايه من العرض النهارده ده كان موضوع الموضوع الثاني اللي اتكلمنا فيه هو موضوع ان ما مدى سلطه الوزير في اصدار هذه القرارات الاداريه وقدمنا ما يفيد ان التراخيص مكتوب فيها ان لا يسري هذا الكلام على على اي جهه اداره لانها تكون تعدي في السلطات ولا يجوز سحب هذا الفيلم اثناء العرض الا من جهه واحده هي الاداره المركزيه للرقابه على المصنفات. عشان كده اهوت احنا الزمنا جهه الاداره والمحكمه الزمتهم بتقديم ما يفيد ان هم شافوا الفيلم من عدم وتقديم ما يفيد ان الوزير كان شاف الفيلم قبل اتخاذ القرار ولا القرار طلع عشوائي. عشان كده اهوت اجلت المحكمه الدعوه لجلسه 2/9 ومشيت معاها.